شفنا هذا العام ومشجعات سلعت هذه العملية وكتشفنا ولكن الإمكانية وأنه يوم فرصة كل للأحضرنا هادي تكشيطة لا؟ هادي تكشيطة شيطة من دو بيس فيها مخدومة بالألوان الألوان ديال الملتقى الخضر والأحمر نعم وعاوز إحضيران مع تيفينا مطروز بتيفينا بارك الله عليك جميل ما كافيش نعم هذا مسلم مع الستة هذا مسلم وستة مع كينا في لجو وتخشيطة اللون الأحمر مع الأصفر مع الأصفر هذا ترواكيز سروال هذا ثلاثة ديال قطع ثلاثة قطع سروال قفطان مع جيلي بالكريستال سيبور عقل شكرا ساتان على ساتان ومسلم شحال من قطعة شحال من قطعة هنا يا سي حسن كاين شبكوني كاين قشطة شبكوني هو الخضر الشبكون هذاك البيض اللي داير فوق الراس كاين تسبلي هذيك الحله اللي داير من فوق الراس نعم وكاين احبيران هذيك الصفر اللي داير من فوق الراس وكاين اللبان واللي لابسه شنو هو قفطان الخضر قفطان غادي نشوفوا هذا الزيت ديال الرجال نعم هذا حتى هو ديال المنطقه هنايا نعم هذا اذا شرح لينا نعم زي جديد عدلناه فوقيا شكرا دات هذه كتلبسها العروس؟ هذه لا هذه فرده جديده درنات كشغل الوان العروس نعم هذيك الالوان كتلبسهم من فوق الراس درنا فيها الزي كامل شفاف اللي كتختار انك تشتغل عليها سي حسن؟ كتختار الاحمر الستان هذا ستان لا غير واحد اللون الستان والطرس الجروزه هذا وجدتيهم خصيصا لهذه المناسبة تبارك الله عليك شحال كياخذ لك الوقت؟ هذا مطروس باليد ولا بالماكينة؟ هذا مطروس بالماكينة على العلم انه يمكن يعني يمكن يتفرز باليد نعم ولكن باش تفرز باليد مع المدة اللي تعطات لنا ما يمكنناش نوجدو في الوقت نعم خاصو بزاف الوقت نعم مبرا وستر الخضي والفوشيا كنشوف الفوشيا بزاف يعني هذه الالوان دارجه نعم القطعتين مبرا وستان المبرا وستان نعم المبرا وستان كيفاش خدمتيه؟ ودرنا هذا السفيفه والعقاد والرشمه ديال والرشمه و الكريستال نعم حتى الأزرق معاه هنا غادي نشوفوا القفطان المغربي القفطان المغربي اللي لا يعلى عليه طبعا اللي تخللت
مادون ربي أجاب.